بكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم، رجعنا لكم تاني من جديد. بالفعل هواتف الريلمي لهاد السنه مطلوبه بقوه، بزاف ديال الناس طلبوا منا، يعني الكميه سالت لينا وعاودوا طلبوا منا جيبوا لنا هواتف الريلمي، حيت بالفعل هاد السنه سنة بحيث انها جابت هواتف بالفعل كتقدم واحد القيمة مقابل واحد السعر، بالفعل مواصفات مقبولة جدا وحتى الثمن مرضي جدا. اذا اجل نذكروا بها بالنسبة للمتابعين الجدد وايضا الناس اللي باغين يعني يحتاجوا شي حاجة، نذكرهم بالاتمينة. نبداو باول حاجة بالهاتف الاقتصادي، يعني بالفعل سي 11 2021، ثمن جد مناسب 970 درهم فقط لنسخة جوج 32 وببطارية عملاقة 5000 ملي أمبير. يعني بالفعل هو هاتف للاستعمال العادي، شي حاجة اللي ثمن مناسب وحتى المواصفات مناسبة. وكاين أيضا الريلمي سي 21 إكريك فقط، يعني سالت لينا دابا آخر حاجة، ولكن إن شاء الله في العشية تكون تجينا السلعة، راه جاية دابا في الطريق. يعني الريلمي سي 21 اكري كيف كتشوفوا هنا، هاد اللونين الاسود وهاد الازرق الفاتح، فقط نسخه 64 فقط ب 1300 درهم، وحتى هو يعني بطاريه ضخمه، معالج مقبول بالفعل، برافو. ونجيو للهاتف الموجه للالعاب الريلمي سي 25، حتى هو النسخه ديال 64 فقط ب 1470 درهم، كاميرا 48 ميجا بيكسل، معالج للالعاب هيليو جي 70، وبطاريه ضخمه 6000 ملي امبير، وشحن سريع 18 واط. هذا الشيء كله فقط ب 1470. ما عندي ما نقول، ونجيو لوحوش الفئه المتوسطه واللي بالفعل كينافسوا مجموعه من الهواتف، وهو نبداو اول حاجه بالريلمي 8. يعني بالفعل شاشه سوبر اموليد، كاميرا توب 64 ميجا بيكسل، شحن سريع 30 واط، بطاريه 5000 ملي امبير، وهذا الشيء كلشي النسخه 8128 فقط ب 2350 درهم. ما كنظنش كاين شي تليفون بهذا الثمن، نسخه 8128. اذا هنا نقدروا نقولوا ان الريلمي 8 هو مالك الفئه السعريه ديالو. نجيو ايضا النسخه اللي بغى شي حاجه يعني ما اكثر، الريلمي 8 برو، ايضا كاميرا توب ديال توب 108 ميجا بيكسل، سوبر اموليد، بطاريه 4500 ملي امبير، ولكن شاحن سريع 50 واط، شي حاجه توب، معالج سناب دراغون 720 جي، وهنا معالج هو هيليو جي 95، ايضا هنا معالج موجه للالعاب. اذا هنا بالنسبه للريلمي 8 برو سناب دراغون 720 جي كما ذكرت، هذه المواصفات كلها فقط ب 2700 درهم. بالنسبه للنسخه ديال 8128، بالفعل مرحبا بالجميع اللي محتاج اي تليفون في هادو، راه ان شاء الله كلشي كاين موجود بثمن مناسب، وحتى الكميه ان شاء الله راه غتكون كافيه ومرضيه دائما لزملائنا الاعزاء.